ترافعنا اليوم على الأستاذة الموثقة سليمة بالهاشمي، ترافعنا في الصراح المؤقت قرارات وملتمسات النيابة العامة وقرار قضية التحقيق جاء مجانبا للصواب. كنطلبوا بتمتيع الموثقة بالصراح فيها جميع ضمانات الحضور، مسألة قانونية، القرارات مخالفة للقانون. كنلتمسوا من هذه المحكمة تطبق القانون قبل ما تموت لهم هذه السيدة. هذه السيدة كتراطي أكثر من عشرات لي سيونس ديال هذه التريتمون الكونسير ما كتحضرش فيهم. هذه السيدة معرضة للموت، واعتقالها واعتقال تحكمي الآن وخطير وبدون سند قانوني. فلازم أنهم يطبقوا القانون. الأصل في دستور المحكمة هو الحرية، الأصل هو الحرية. وشكرا. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.